هذه هي مباراة رقم 22 في تاريخ المواجهات بين الماس والواف. المغرب الفاسي انتصر في 9 مواجهات والواف في 3 وتعادل في 9 لقاءات من 22 مباراة. هذا هو الديربي الرابع للسكتيوي مع الماس والثالث له كمدرب. سجل الماس 22 هدفا في الديربي والواف 12 هدفا. سيخوض عبد المنبي الحراري مباراته رقم 14 في الديربي مع الماس. التوفيق لفريق